After the 3rd of June and after the شهدت الأيام القليلة الماضية نشاطاً دبلوماسياً ملحوظاً تجاه مصر بعد الإعلان عن خارطة الطريق وعزل مرسي، فقد سمحت مصر لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بمقابلة مرسي في مكان احتجازه. الاتحاد الأفريقي أرسل أيضاً رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري للقاء مرسي. هذه الزيارة تأتي بعد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد ثورة 30 من يونيو وعزل الرئيس مرسي. الولايات المتحدة والتي أثار موقفها من ثورة 30 يونيو استياء الكثير من المصريين، طلب رئيسها باراك أوباما من العضوين الجمهوريين البارزين بمجلس الشيوخ جون ماكين ولينسي غراهام السفر إلى مصر للاجتماع مع قادتها العسكريين والمعارضة للسعي في الوصول إلى حل للأزمة التي تعصف بمصر. المساعدات الأمريكية لمصر البالغة 1.5 مليار تأتي على رأس اهتمامات الوفد الأمريكي الذي سيصل مصر الأسبوع المقبل، خصوصا أن القانون الأمريكي يحظر إرسال معونات إلى الدول إذا وقع فيها انقلاب عسكري، وهذا ما أغضب المصريين الذين يصفون ما حدث في بلادهم بالثورة الشعبية التي اكتملت بمساعدة الجيش. زيارات متتالية على وقع تطورات متسارعة يعيشها المشهد المصري، يرى مراقبون أن أبرز تجلياتها تمثل في تمسك الإخوان بشكل أكبر بما يسمونه الشرعية وعودة الرئيس المعزول إلى سدة الرئاسة، وهو ما ترفضه الحكومة المصرية الحالية جملة وتفصيلا. عبد الرحمن العصيمي، العربية.